السلام عليكم وأهلا فيكم من جديد، يا رب تكونوا بخير. في الدرس السابق تكلمنا عن الأسطح أو الروفز ببرنامج الرفت وغطينا تقريبا أهم الأساسيات، وبدرس اليوم بنكمل على نفس الموضوع. رابط هذه السلسلة للدروس السابقة ومربع الوصف تحت عنوان الدروس السابقة. ننتقل للرفت ونبدأ في أول جزء من درس اليوم. شرحنا بالدرس السابق الروف باي فوتبرنت، وقلنا إننا نوصل له من الأركتكتشر تاب، نروح للروف، إما إن نضغط عليها من برا أو نفتح القائمة ونختار هو أول اختيار. وعندنا في الاختيار الثاني الروف باي اكستروجن، هو اللي بنتكلم عليه بدرس اليوم. طيب متى نستخدم الاختيار الأول ومتى نستخدم الاختيار الثاني؟ الأول لما يكون عندك فلات روف أو سلوب روف ممكن تختاره لأنه بس بسيط وترسم فيه شكل بسيط، لكن نستخدم الروف باي اكستروجن لما يكون عندنا الشكل الريجولر أو يكون فيه مثلا أي تعقيد، بنستخدم هذا الشكل. نضغط عليه ونشوف طريقة استخدامه. أول ما نضغط عليه بيجيب لنا هذا السؤال أو هذا الويندو، بيسألنا أننا نسوي أو نختار الورك بلين اللي نبغى نشتغل عليه. ممكن نختار فيه طبعا ثلاث اختيارات، ممكن نختار الاسم النيم ونفتح هذه القائمة. لما يكون عندنا grids و levels و reference plane ممكن نختارها من هنا، لكن الحين نبي نختار pick a plane بأننا يعني نختار plane من الشاشة. طيب وفي لها اختصار هنا، نضغط على okay. الحين نبغى نختار البلين اللي بنرسم فيه، وهنا شوي نحاول نكون دقيقين وين نبغى نرسم. مثلا نبغى نستخدم هذا الفيس لهذا الحائط فنضغط عليه، ولأن ننتبه هل أنت تضغط على جوا أو تضغط على برا. هنا بيطلع لنا السؤال الثاني إنه يختار نختار الليفل اللي نرسم فيه وهل نبغاها أوفست ولا لا. طبعاً هو كويس إن نختار من البداية، بس ممكن دائماً نغير رأينا ونغيرها من البروبرتيز أو نستخدم الموديفاي تولز ونغيرها، مو مهم. الحين اخترنا هذه الاختيارات نضغط على أوكي. ممكن طبعاً أنت في 3D تستخدم الكيوب علشان تشوف المكان اللي تبغى ترسم فيه، وتستخدم أي تول تبغاها من هذه التولز. مثلا نبغى نستخدم الارك ونحط النقطة الأولى، بعدها مثلا نوصل للنص ونحط النقطة الثانية. الحين نبغى نرسم الارك الثاني، مثلا ما جاب لنا يعني بالرفرنس الارتفاع، فممكن نستخدم اللاين ونرسم بس رفرنس لاين لنا نبغى نحذفه ونرسم الثاني بهذا الشكل. بس لما نوصل لهذا المكان، هذا طبعا اللاين لازم نحذفه لأنه ما ينفع يكون فيه أي انترسكشن، نضغط على ديليت. ممكن ايضا قبل او بعد ان نختار نوع الروف من البروبرتيز، نفتح دروب داون منيو ونختار النوع، مثلا نبغى هذا النوع، بعدها نضغط على علامه الصح، نكون كذا خلصنا. وممكن نتحكم فيه بان نرفع، ممكن نستخدم من هنا الاوفست، وممكن ان نرفع بالموديفاي تول ان ناخذ الموف مثلا ونرفعها. خلونا نشوفها لما نتحرك بهذا الشكل، كذا رسمناها بسهولة. وأيضا بيصير عندنا فيه هنا هاندل أو دراجين كذا أسهم نسحب نتحكم فيها، نبغاها لهنا أو نبغاها لهنا، نتراجع لأنها كانت صح. اللي بعدها بتسوي إنك تحدد على الحوائط، ممكن تحدد على حائط حائط أو إنك تضغط على التاب عشان تحددها كلها، وبعدها تختار أتاج وتختار الروف عشان تصير طولها. مثلا نبغى الروف بهذا الشكل. وممكن أيضا نستخدم الـ roof by extrusion لما نبغى نرسم مثلا شكل مظلة. خلونا نشوف كيف. نختار الروف ومثلا نختار الـ extrusion، نضغط على pick plane، نختار مثلا هذا الفيس. المكان هنا مو مهم، احنا اللي بنحركه أصلا بس عشان يصير فوق الباب، بس نضغط على أوكي. نتحرك مثلا نبغى نرسمها هنا، نختار من التولز التول اللي نبغى نستخدمها، مثلا نبغى نرسمها كذا لين هنا، بعدها نبغى نرسم الخط الثاني مثلا هنا. عندنا طبعا هذه النقاط ممكن نتحكم فيها، تمام. طبعا ممكن نحددها لو ما ضبطنا مثلا السكيل، وبعدها نختار ان نسوي لها سكيل، نختاره مثلا جرافيكال، نكبرها بس شوي لما تغطي لنا الباب نقطة البداية. مرة ثانية سكيل، هو بيسوي سناب لكذا نقطة، مثلا نبغاها لين هنا، تمام، ونحركها مثلا على فوق، وكذا يكون خلصنا. بس نختار نوع لين هنا، ممكن طبعا زي ما قلنا نختاره بعدين، نخليها صغيرة لأنها هي أصلا بس مظلة، نضغط على علامة الصح، كذا يكون خلصنا الرسمة.
خلونا نروح بالشيفت، نضغط على الشيفت والماوس. بيكون عندنا ايضا الاسهم الصغيره اللي نتحكم فيها، ممكن نسحبها بس على برا عشان نشوفها، نسحبها كامله كذا. الحين علشان نبغى نخليها الاين مع هذا الفيس، ممكن نضغط على اي ال للالاين تول في الكيبورد، او ممكن ناخذها حتى من هنا ونضغط على الفيس. بعدها بالشيفت نتحرك كذا في السنترال ويل في الماوس ونضغط هذا الفيس. الحين ايش فادتنا هذه الحركه؟ اننا نقدر نحدد على مثلا هذا المظله ونشوف بالبروبرتيز البدايه والنهايه. الانت هي اللي على الفيس اللي سويناه له الاين، فهي صفر. فبكذا نقدر نتحكم مثلا كم يكون الاكستروجن لها، هل هي مثلا متر ونص، مترين، اقل، اكثر، بحسب طبعا حجمها وحسب المشروع. كذا نقدر نرسم اشكال غريبه في الروف بطريقه جدا بسيطه باستخدام الروف باي اكستروجن. في بعض الاجزاء اللي ممكن نضيفها على الروف زي اللي بينت لنا في الصوره كذا. كيف نضيفها؟ نروح للاركيتكتشر تاب، من الروف نضغط السهم الصغير الاسود. عندنا هذه هي الاختيارات الثلاثه، بنبدا بالثاني من تحت اللي هو الروف فيشا، نضغط عليها. تمها جدا بسيط، كل اللي بتسويه انك تضغط على التوب ايدج من الروف وتضغط عليها كذا. طبعا لو نسيت او غلطت وطلعت من الامر، بكل بساطه بتحدد عليها وتضغط على اد ريموف سيجمنت، وممكن طبعا تضيف او تحذف. يعني ممكن كذا لو ضغطت مكان ما فيه بيضيف، لو ضغطت مكان فيه بيحذف، وتستمر تضغط عليها. قبل لا نضغط على الاخيره بس ابوريك انه في نقاط كذا ممكن تسحبها. دقيقة نطلع تماما، تراجعت بس شوي عشان أوريك في نقاط ممكن تسحبها لما تحدد عليها في هذه البوينت. ممكن تسحبها مثلا على تحت أو تسحبها هنا، يعني ممكن تسوي لها دراج تعدل عليها لو حبيت. خلينا نكمل نضيف، نرجع نضيف اللي احنا شلناهم بالغلط. بالشفت وبالسنترال ويل في الماوس تقدر تلف عشان تحدد عليهم كلهم. تمام كذا يكون خلصنا. ممكن نغير، نحن نحدد عليها لو نبغى نغير مثلا الماتيريال او البروفايل، نضغط على الاديت تايب. عندنا هنا مجموعه من البروفايلز تقريبا، هذا بس الدايمنشن بتفرق، هذا الشكل اللي يعتبر ثاني، نخليها نفس الشكل. في الماتيريالز نضغط على الثلاثه نقاط ونغير لاي ماتيريال ثاني، مثلا نكتب وود، اختار هذا الود او اي نوع ثاني ونضغط على اوكي. اوكي مره ثانيه، خلصنا الأول. الثاني بناخذ نروح للروف وبعدها نختار القطر، نضغط عليها نفس الشيء، بنضغط على التوب أج كذا ونضيفها حوالين المكان كامل. طبعا هنا لا ما راح نحط، بس نستمر بنفس الشيء. لو غلطنا أو طلعنا نضغط على الأد وريموف عشان نضيف. تمام، يعني مثلا طلعنا نحدد عليها في أد وريموف سيجمنت ونضيف. وعندنا أيضا دراجنج بوينت، خلونا نشوف عمالات نطلع، حددنا عليها في كذا نقطة نقدر نسحب منها أو نرجعها بهذا الشكل. وعندنا أيضا هنا فليب آروس زي كذا عشان نسوي لها فليب، لو ما حط لك إياها بالمكان الصح ممكن تسوي لها فليب. نضغط على آد وريموف عشان نكمل، نضغط واحد اثنين كذا يكون أضفناها بكل مكان. لو كانت غلط ممكن تحدد عليها، ممكن تسويها هنا بالموف تول على الشاشة بإنك تستخدم مثلا الكيوب تروح فرونت أو رايت وترفعها مع بعض، أو ممكن من البروبرتيز عندك الفيرتيكال والهوريزونتال أوفست ممكن تتحكم بالأعداد. نفس الشيء تقدر تضغط على إديت تايب من هنا في البروفايل، تختار أي شكل بروفايل أنت تبغاه، وأيضا في الماتيريال لو تبغى تغيرها لأي ماتيريال ثانية تضغط على ثلاثة نقاط وتختار أي ماتيريال ثانية. باقي لنا الأخير السوفت، نضغط على الروف نضيفها. بيقول لنا هنا بيدخلنا سكتش مود، من وين نبغاها؟ نبغاها على ليفل 2، نضغط على يس. نروح الليفل 1، الشيء الاول اللي نبغاه ان بنسوي بيك للوولز من برا، فنختارها ونسوي بيك للوولز. نضغط على التاب عشان نحددها مره واحده. لو رسمها لك اياها من جوا اضغط على السهم عشان يطلعها لك برا، بس كذا احنا رسمناها صح. بعدها بنختار بيك روف ايدجز ونختار الأج الخارجية للروف. احنا كذا تمام بس من هذا الجزء، لانه عندنا من هنا مرتفع كذا ما راح يكون فيه هذا البارت، فاللي احنا بنسوي انه بنسوي ترم تي ار هنا عشان لنا هذا اللاين. خلونا نسوي سبلت اول، تراجع. طيب مرة ثانية بيك روف، سوينا لها بيك.
قبل نسوي ترم نسوي سبلت من هنا ومن هنا، بعدها نسوي ترم عشان بس ما يخرب علينا. لسه راح هذا اللون. طيب خلاص نرسم لون بسيطة، نرسمها من هنا اللي هنا تقريبا، رسمناها داخل عادي AL، نسوي لها ألاين ترم من هنا تمام، وهذه الزايدة كلها نحذفها كذا. خلاص يكون خلصناها، نضغط على علامة الصح في هنا، نحتاج نسوي ترم تمام، وبعدها نضغط على علامة الصح كذا رسمناها. نروح للثري دي نشوف شكلها ومكانها إذا صح ولا لا. أول شيء نغير طبعا الثيكنس، نضغط على الإديت تايب، بعدها إديت نغير الثيكنس لشيء بسيط سيرفس يعني بسيط، نضغط على أوكي. أوكي مرة ثانية. ممكن طبعا نتحكم بالأوفست من هنا من البروبرتيز، أو ممكن نروح لأي اتجاه وننزلها، ممكن إحنا محددين عليها ننزلها حتى بالأسهم أو بالموف تول لما نوصل. ممكن حتى نغير واير فريم عشان نشوف مكانها بالضبط، أو نستخدم حتى الموف تول لو نبغى نكون دقيقين أكثر، MV على الكيبورد، أو ناخذها من التول ونرفع لما نحطها مكانها الصح، نرجعها زي ما كانت شيدد وأي مود ثاني. وكذا يكون تقريبا هذه الأجزاء، هذه طريقة إضافتها. لما يكون عندنا روف ونبغى نقصه بشكل أفقي، ممكن تساعدنا الكت أوف ليفل من البروبرتيز، نحدد على الروف، بعدها من البروبرتيز نختار الكت أوف ليفل، نختار الليفل اللي نبغى يقص لنا منه. مثلا هنا بهذا البروجكت نختار التوب روف، فكذا قص لنا هذا الروف بهذا الشكل. الحين اللي بنسويه ان نستخدم فلات روف عشان نسكر هذا المكان. من الروف نختار روف باي فوت برنت ونضغط عليها اصلا من برا، نختار الليفل اللي نبغى نرسم فيه توب روف، نضغط على اليس، نختار الشكل اللي نبغى نرسم فيه. لو الديفاين سلوب عليها صح نشيلها لانه احنا نبغاها فلات روف، نروح للتوب فيو ونرسمها من هنا، نضغط على علامة الصح. لو احتاجت أي تعديل ممكن نعدل عليها، لو كانت داخلة على تحت أو طالعة على برا ممكن نعدل عليها من الأوفست من هنا كعدد، أو ممكن نروح لأي فيو ونرفعها أو ننزل عليها. خلينا نغير الفيجوال ستايل الواير فريم، وممكن MV على الكيبورد، ناخذ النقطة الأولى ونرفعها على فوق، نرجعها مثلا للشيدد أو أي هيدر لاين مثلا. وكذا بس سويناها بسهولة باستخدام الكت أوف. فلو تحتاج تسوي أي شكل قريب من هذا الشكل ممكن تستخدم الكت أوف وتستفيد منها. في مجموعة من الأشكال أو التصاميم للدورمرز اللي ممكن تحب تضيفها لمشاريعك، بس كيف نسويها ببرنامج الرفت؟ الحين بقولك على الخطوات. الخطوة الأولى طبعا أنت صرت تعرف كيف تسويها، أنك ترسم الحوائط، تتأكد من الليفلز وتضيف الروف. الخطوة الثانية أننا بنحدد على الحوائط، ممكن ناخذ حائط حائط ونختار attach to and base، بس من الأسهل نجي عند واحد من الحوائط بس نلمسه بالماوس، بعدها نضغط على التاب نحدد على كل الحوائط مع بعض، بعدها بنختار attach to and base ونختار الروف، فكذا خلاص سوينا لها attach. الخطوة الثالثة نروح للmodify tab ومن الجيومتري نختار joint and unjoined roof، هذه الايكون نضغط عليها، بعدها بنختار الادج للروف الصغير طرفه، وبعدها نختار الروف الاصلي او الكبير او المين، نضغط عليه عشان يوصله في تكون متصله مع بعض. الخطوه الاخيره والرابعه اننا بنروح للاركتكتشر تاب، احنا طبعا نبغى ان تكون الروفز مفتوحه على بعض، فبنضغط من الاوبننج على الدورمر، نضغط على الروف، بعدها بيدخلنا السكتش مود، نضغط على الاطراف اللي نبغى نفتح فيها، مثلا هنا الاول هذا الثاني، بعدها ممكن تلف شيء عشان يكون سهل عليك انك تضغط الثالث، واخيرا الروف. الخطوه الاخيره اللي بنسويها ان نسوي ترم علشان نسكر هذا الشكل ونتاكد انه ما في جابس وما في اوفرلاب، يعني ما تكون الخطوط فوق بعض ولا تكون الخطوط مفتوحه. نضغط على TR في الكيبورد للترم تول، او من الموديفاي تول نختارها من هنا ونسوي ترم، نتاكد اننا نسوي ترم بالمكان الصح والشكل الصح، خصوصا لما تكون في 3D أحيانا يخدعك. خلاص خلصنا، نضغط على علامة
بالصح، والحين نشوف انها صارت مفتوحة من داخل على بعض، وهذه طريقة رسمها جدا بسيطة. الخطوات الاسلوب ارو اللي شرحناه في الفلور نفسه بالضبط موجود في الروف، وممكن نستخدمه لما يكون عندنا ميلان في الروف او اي شكل غريب في الروف، وايضا ممكن كنا نضيفه من البداية يعني اثناء الرسم، او انه ممكن نضغط على الادت تايب او ندخل نعدل عليه ونضيف هذا الارو، نضغط دبل كليك او اننا نحدد عليه ونختار من المود ادت فوتبرنت. نروح للتوب بس عشان نشوفه بشكل اوضح، اختار من هنا سلوب ارو وبعدها نرسمه. ممكن طبعا نختار البك وممكن نختار اللاين ونرسمه، احنا ما عندنا الحين شيء نختار له بك بس نبي نرسمه، ممكن من البداية للنهاية من هنا لهنا. لما نحدد عليه عندنا في البروبرتيز بعض الاعدادات ممكن نختار الاختيارات اللي احنا نبغاها، خلونا نجرب ان نخليه مثلا 2000. تمام، بعدها نضغط على علامة الصح عشان نطلع من هذا الاختيار، نطلع منه نشوف شكلها كيف صار، صار عندنا ارتفاع بهذا الشكل، طبعا شكلها غريب. نحدد بعدها كل اللي بنسوي على الحوائط بالتاب مرة واحدة، وبعدها نختار attach top and base ونضغط على الروف. لو قررت انك تغير الاسلوب عادي ندخل نضغط عليه حددناها، وبعدها نختار مثلا نغير القيمة لأي قيمة ثانية، وبعدها نضغط على علامة الصح. طبعا بما اننا سوينا attach المرة الاولى خلاص بتكون الحوائط تتحرك معه، فلو كنت تبغى تسوي أي شكل يعني قريب من هذه الأشكال ممكن تستخدم الأسلوب أرو عشان يساعدك. ممكن نغير شكل القطع للأسلوب دروف أو الروف المائل في 3 أشكال أو 3 تايبس، خلونا نشوفها مع بعض. أول خطوة بنسويها أننا نحدد على الروف، ومن البروبرتيز ننزل على تحت للكونستركشن، عندنا رافتر كت. ممكن يكون مو باين عندك شيء، لكن لو ضغطت على هذا الاختيار بتشوف أنه عندك سهم، ممكن تفتح وتختار أي نوع من هذه الأنواع. لو تبغى تشوف الأشكال قبل لا تختار ممكن تروح عند الرافتر كت بس تحط الماوس عليها وتستنى لما يسوي لود للفيديو، وبتبان عندك 3 أنواع مرقمة 1 2 3 وباين عندك الأشكال. بس خلونا نجربها مع بعض. بالنسبة للشكل الأول لما نختاره بنشوف إنه الفيشة دبث ما يشتغل معنا، يعني ما تقدر تحط له قيمة لون كذا رمادي. أما الاختيارين الثانيين ممكن تتحكم بهذا الاختيار كل التو كتس. لما نختار الاختيار الأول بيكون إحنا نتحكم بالطول العمودي اللي موجود عندنا مثلا، بس نضغط عليها عشان تبان بهذا الشكل، نحدد عليها مثلا نكتب القيمة، أي قيمة أنت تبغاها، ممكن طبعا تحط أكثر أقل زي ما تحب، وتشوف شكلها هنا. الشكل الثاني أنت بتتحكم بالزاوية أو بالأنجل، لما نختار مثلا سكوير نضغط عشان نشوف شكلها، وبعدها أيضا تقدر تتحكم بالقيمة اللي أنت تحبها. وبكذا نكون خلصنا موضوع الأسطح تماما وغطينا أهم النقاط. كالعادة لو صعب عليك شيء اكتب سؤالك في التعليقات وبرجع لك في أقرب وقت. إذا استفدت اشعرني بالضغط على زر الإعجاب وبيعني لي الكثير. الدرس القادم بيكون على الأبواب والنوافذ في البرنامج، فلو مهتم اشترك في القناة وفعل الجرس عشان يوصلك إشعار من يوتيوب بكل جديد. نلتقي الأسبوع القادم، استودعتكم الله.